بهدف تأسيس الإدارة المالية المغربية لمؤوني الحفلات حتى نتمكن من جمع شمل هذه المهنة الشريفة وإعطائها المكانة التي تستحقها، فإنها باتت حائطا قصيرا يدخله كل من هب ودب. فهذا يوم عيد الشغل اخترناه لأنه يوم عيد الشغل أولا، وثانيا يوم عيد اللي غتأسس فيه الفيدرالية المغربية لمؤوني الحفلات. فالهدف ديالنا كان التأسيس ديال هذا القطاع هذا، لأن القطاع اللي خصو يتقنن، اللي خصو يتأثر، لأن كيشغل تقريبا ما يزيد على 80,000 شخص في الوقت العادي، وما يفوق 200,000 شخص في الوقت اللي كنقول حنا لاوت سيزون. ولهذا حنا كان خصنا هاد الناس هادو نقادر من الوضعيه ديالهم، نشوفوا المشاكل ديالهم، وخصنا ناثروهم، لان التاثير مهم بزاف، لان الاكثر اللي كيشغلوا في القطاع هذا ما عندهمش تاثير، ما عندهمش مدرسه، ما عندهمش واحد الحقوق، واحد القوانين اللي خصها تطبق علينا وعليهم. ان انشاء فيدرالية لممولين الحفلات بالمغرب ستكون الضامن لمصالح المسيرين وكذلك العاملين بمختلف مرافقها، وذلك وفقا لقوانين الشغل الجاري بها العمل ببلدنا. الفيدرالية غادي تضيف الشيء الكثير للممولين الحفلات، غادي تضيف التقنين، ستضيف العمل في الوضوح، ستضيف حماية للزبناء كذلك، ستفتح المجال الاجتماعي للممولين وذويهم، وسيستفيدون من امتيازات اجتماعية كثيرة لا تعد ولا تحصى، وستكون الجمعية بمثابة يعني عون وسراج لإضاءة الطريق حتى للناس اللي كانوا يدخلوا كيبتدوا في الحرفة، يمكن يلقوا المساعدة والإرشاد في كيفية تكوين الأوراش ديالهم، وفي كيفية الاشتغال، وفي كيفية إعداد مثلا القوانين والتأمينات التي من شأنها أن تحمي الزبناء، ومن شأنها كذلك أن تحمي المهنة. فالغاية مشتركة، يجب حماية الممولين، الزبون، وجميع العاملين بالقطاع، وإيجاد آفاق مستقبلية للتفتح على العالم الخارجي بقوة وبثبات. هذا هو الهدف ديال سميتو. اليوم حال الوقت باش تأسس واحد الفيدرالية اللي كتحمي المهنة ديال ممولين الحفلات، وماشي غير في الدار البيضاء، هذه الفيدرالية غتشمل المدن كاملة ديال المغرب، اللي من أهداف ديالها حماية الممولين من العشوائية والناس اللي تطفلوا على هذا الميدان. بالعكس هاد النظام اللي كنديروا بالعكس فهو غادي يساعد هاد الناس، هاد الممولين اللي معنا، بحيث ان كنفكروا باش غيكون ان شاء الله واحد نادي ديال المزودين، كنسموا حنا الكلوب دي فورنيسور، اللي غادي يكون معنا حتى هو في جنب ديالنا، غادي يكونوا دي بارتنير ديالنا، باش يكون واحد الثمن موحد، واحد الثمن اللي كيليق بالجميع، وغتكون واحد المساهمه اللي عندهم حتى هما، اللي غتكون مساهمه الخيرات لهذه الجمعيه هذه، باش كنحققوا الحقوق والمشاكل ديال دوك الناس. وهذا هو الهدف ديالنا.